أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي
وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرط الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم.